في لحظات حلوة بنعيشها بتكون على هيئة فخ أو كابوس، ولازم أول ما نفوق نخلص من كل حاجة بتفكرنا بيها. رياض كان أبشع كابوس قابلته في حياتي، وكان لازم تكون دي نهايته. ادخل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الجمال ده كله؟ صحيح. حلو قوي. لا ده احلى. طيب انا جيت بنفسي اقول لك ان المنتج اللي قلت لك عليه موجود في الصاله بره مستنيكي. لا 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 مفيش داعي للتوتر خالص. انا عايزك تثق بنفسك، عايزك تثق بموهبتك، عشان احلامك خلاص قربت تتحقق. معقوله يا رياض؟ انا وعدك اني هرفع راسك قدامهم وقدام الدنيا كلها. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا، ده كتير عليا قوي. مفيش حاجه كتير عليك. عايزك تتاكدي ان انا ما عملتش كده غير اني انا مؤمن بموهبتك. عايزك تعرفي ان الناس اللي بره انا قلت لهم اني ما اعرفكيش، عشان اي خطوه هتحصل هيكون سببها موهبتك مش اي حاجه تانية. انت مش متصور انت كل يوم بتعلى في نظري قد ايه. انا حاسه ان ربنا بعتك ليا، وحلمي ما قربش غير لما انت ظهرت في حياتي. انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه يلا، عشان الناس بره مستنيه نجمه مصر اللي جايه هتبهريهم. يلا مستنيكي.